مشروع أو فكرة تاع مشروع وحرت كيفاش تجسدها. أوربيت لقات لك الحل مع يونس ووائل، تابعونا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج خطوة. اليوم رجعنا لكم بمؤسسة جديدة هي أوربيت، ومعنا يونس. مرحبا بك يونس معنا في برنامج خطوة في الحلقة المميزة، باسكو انتم عندكم سياج بزاف شباب ما شاء الله عليكم. الوغ بور موا مميزة مميزة. تعيشي تلفتوها لي نتايا وخوك. خوك اسمه وائل. وائل ويونس، باش يعرف المشاهد الكريم انه وائل ويونس توان وشركة في أوربيت. اكزاكتومون. وي، حكي لنا على هذه الخطوه، كيفاش جاتكم الفكره باش ديروا ان كووركين ان تريننج سبيس؟ فوالا. الوغ ليدي جاتنا، كنا قبل ما نحلوا أوربيت كنا انا وائل كل واحد خدام في دومين، عندنا الاكسبيرينس تاعنا تاع الفورماسيون دو باز. بون، واش قريت انت يا يونس؟ واش قريت في لافار؟ عندي ماستر 2 اون ميكانيك انرجيتيك كيما خويا باب زوا هنا في الجزائر. كيما خويا عنده الميم سبيسياليتي، كنا بينهم كنا نقراو كملنا سبيسياليتي كيف كيف. كي بدينا نخدمو لي بروميي طون خدمنا كيف كيف، ومن بعد كل واحد صحت له دي زوبورتينيتي ديفيرونت. خدمت انا دونك 4 سنين في لا فورماسيون دون اون ايكول دو فورماسيون، جيت جيرون تاعها. وائل خدم دون ان كووركينغ سبيس، دونك لو بروميي كووركينغ سبيس، با لو بروميي مي بارمي لي بروميي كووركينغ سبيس اللي حلو هنا في الجي. ومن بعد سي لانسي، حكي خرج منو سي لانسي في لا كومونيكاسيون، دونك تو سكي تسويق الكتروني. لحقنا مامون وانا بعد 4 سنين ما كنا في ليكول هذيك، كنا حابين نفتحوا البروجي تاعنا. دونك ميم ما ايما في قراصنا ما تخدموش على الناس، حلوا البروجي تاعكم. ايما هي اللي دعمتنا، قلنا تحيه تعيشي تحيه للماضي. دونك ملي كنا صغار هي معنا، عندكم لي كومبيتونس اللي لازم، دونك ما تخدموش على الناس، خدموا عند روحكم. هي اللي تسرعي في لتاتيك، دونك كانت معنا توجور ما تخدموش عند الناس، عندكم كفاءات كي تخدم عند روحك، حتى ما تستناش يمدوا لك حاجه ديرها نتايا، ما تطورش. اكزاكتومون. دونك خدم عند روحك هكا تحوس تيفولوي على شاك فوا تتبدل. دونك حطينا غولاسيون، واش خدمت انا واش خدم هو واش تعلمنا. خويا كان دار دوزيام فورماسيون ماستر دو في مانجمنت، انا درت عدد واحد بين 12 و15 من الناس اللي شعلت الفورماسيون في دومين ديفيرون، دونك جيستيون دو ريسورس هيومان، ماركتينغ، كونتابيليتي اكسيتيرا. دونك حطينا كفاءات تاعنا كيف كيف، وفتحنا اوربيت كووركينغ تريننغ سبيس، عبيها اسمها كووركينغ وتريننغ سبيس. وشنو هي كووركينغ؟ بزاف ناس اللي ما يعرفوش معناتها كووركينغ، يتعم بات لهم باللي ناس يجوا عندهم دي سوسيتي ولا عندهم يعني دي بروجي يحبوا يخدموا فيها جوست باش يديروا لي ريونيون تاعهم ولا. وشنو هو الكووركينغ؟ Alors, l'activité d'Orbit, on a trois activités. On a le coworking, la formation ou la communication organique. Quand on dit Orbit coworking, le coworking, c'est une espace de travail commun. Il y a un freelance, ما عندوش من يخدم فيه في الدار، عنده خوف في الدار، يما في الدار معاه etc. ما يقدرش يخدم تما، الانفيرونمون ما يساعدوش باش يخدم تما. دونك يجي هنا عند Orbit ينقى ان انفيرونمون وين كاين غير لي بروفيسيونيل يخدموا، دي فريلانس وحدوخرين كيما هو ولا دي سوسيتي كانوا اور ولاية جاو لألجي ما لقاوش وين يخدموا، دونك يجيو لأوربيت يخدموا، يلقى روحو في ان اندرو كاين كو دي سوسيتي دي بروفيسيونيل لي البوت تاعهم جاو باش يخدموا، ماشي قاعد هكا ينوض يقصى ينوض معايا ما يقصى. اللي خلق له جو عمل. جو عمل اكزاكتومون. كانيت الفريلانس هذا لازم يتلاقى مع الكليون تاعو. قبل يجيو لك من لي سباس هذوما تاع مساحة العمل المشتركة، كان الفريلانس هذا يتلاقى مع الكليون تاعو، يتلاقى معاه في قهوة. دونك سافي با تخي بروفيسيونيل، الكليون تاعو ما عندوش وين يعاود يولي ليه، ما عندوش معناتها مرجع وين يعاود ينقال
ونلقى هذا اللي يخدم لي حي اللي يخدم له دونك الكووركينغ سبيس ميد سوليوشن هاد لي فريلانس دونك سوا لي فريلانس يجوا عندنا سوا دي سوسيتي كاع دونك عندنا سوسيتي اور ولايه جات هنا لالجي سحقت دير ريونيون هنا في الجي ما عندهاش بيروات في الجي هي باسكو الساج تاعها ماشي في الجي دونك باش نلقى الكليون تلاقي الكليون تاعها تروح في ان كووركينغ سبيس عندنا لي سال دي ريونيون تاعنا كي سون اميناجي افيك دو غران تابل دي شيز دي داتا شوبي بلوس بيان ديكوري اكزاكتومون يعني يعطوا لونفي هذيك تاع العام يعطوا لونفي ويعطوا كاين لا سوسيتي اللي حاجه ليها يعطوا لها كيما همه كما يقولوا همه معناتها ماهيش ما راحتش نيمبورت واحد في ان اندوا وين باين تاع خدمه تاع خدمه من الهيئه الداخل حتى تمد لك لونفي باش تخدم فوالا دونك هذا الكوتي كووركينغ والكوتي تاع الكوتي كمل تفضل كووركينغ معليش الكووركينغ في الكوتي واسي دوميسيلياسيون سي انا ليا سي الكوتي بلوز امبورطون تاع الكووركينغ سبيس باسكو يعاونوا لي سوسيتي باش يديماريو دونك انا جو سوي ان جون كملت قرايتي حبيت نلونسي بروجي تاعي ولا ميم سوي با ان جون جو سوي جي 40 ans 50 ans كنا خدمنا في سوسيتي حبيت دوك عندي اون ايدي حبيت نديفلوبي ليدي تاعي الكووركينغ يقدر يعاونك في اللونسمون تاع السوسيتي تاعك تلقى اوليو حنا كاين لوكال وحدي ولوكال هذاك لازم ناميناجي لازم نعاود نسقمو لداخل وكامل يكولي بالعام يدي الوقت ويدي يدي الوقت ويدي الدراهم بزاف دونك انا واش ندير نروح انا كووركينغ سبيس صاديم باك من ساحه كاين كووركينغ سبيس اوربيت كاين اوربيت الجي سنتر كاينين دوتر كومون ولا دوتر ولايه دونك نروح الكووركينغ سبيس هذاك لوكال ديجا ماميناجي الكووركينغ هذاك فام دوني يمد لي اسباس وين نخدم دونك اسباس وين نخدم كيفاه كونيكسيون بعد كل واحد والباك تاعو حنا في الباك تاع اوربيت عندنا دي باج دابريسيون معنا عندنا دي لاكسي على لا سال دو ريونيون كانت 1 اور بار جو باش يقدر يستقبل الدوم دو كليون اللي يقدر اللي يستحق يستقبلهم دونك ونكريلو نكريلو بست شهور ما نكريلوش بعام دونك كي بست شهور حينقص الكريا تاعو الافخي تاعو او موين نقسمو لي فخي تاع لونسمون تاع لونتربريز ب 10 هذه المينيوم كي نقسموهم ب 10 باسكو ديجا كي تروح تكري بعام وديرني دي لوكو في الجي حيسقم لك مينيموم حنا بعملنا 50 ملايين بزاف دونك حنا هنا حنقسمو لك ب 10 اولي ديماري ب 150 مليون تقدر ديماري لا سوسيتي تاعك ب 15 مليون سادير كو ديجا كوتي فينونسمون اذا ما عنديش فينونسمون دوكا عندي باش نقدر باش نفينونس ماشي حاجه كبيره وثانيا مام اذا راني خايف ليدي تاعي ما تمشيش مانيش مريسكي بداهم كبار هادي بزاف لي جون يبداو هكا هو عنده دراهم صح خايف يلونسي روحو يقول لك إيه انا راني خايف نفشل ونبحر دراهمي كامل دونك مام هنا هي حقيقه ما شفت تفشل باسكو حنا هنا جايك باش نعاونوكم باش تاثر هذيك لا سوسيتي والفكره والمشروع انا هنا باش نعاونهم ديجا لي ديمارش تاع لوجي دو كوميرس بزاف ما يعرفوهمش انا ماجوريتي ما يعرفوش كيفاش يدير يفتح سوسيتي يعني نتوما ثاني تدعموهم في هاد في لي بابي ندعموهم في لي بابي كيفاش يفتح الوقت تاعو نجيب نعاونو كاع يكونستيتو كاع لي بابي تاعو وني ديبوزيهم ولازم نجي دي روح حتى يخرجوا له كامل لي بابي اللي لازم له يعني اوربيت انك توجه اصحاب المشاريع وتوجههم في الاعمال تاعهم وتوجههم في الاعمال تاعهم في الكونسي الرسمي في الاوراق الرسميه في الكونسي تاع الكوتي كونتابيليتي ديكلاراسيون كازنوس الكونسي في لا كومونيكاسيون سي سكي بلوز امبورطون دوكا كي نونسي اون سوسيتي لازم يعرفوني باش نقدر نبيع البرودوي تاعي ولا نبيع لو سيرفيس تاعي دونك هاد الكوتي غاني اون دون الكونسي فيه الكونسي لي غراتوي قد ما تحقوا السوسيتي لما هنا معانا فوالا لي بيرسون اللي حاب يفتح سوسيتي يقدر يجي عندي نفهمو كيفاش يفتح سوسيتي تاعو ويدير ماهوش معاه يعني تساعدوا الشباب اصحاب المشاريع كيفاش يديفلوبي ولا الفكره تاعهم كيفاش يديروا يعني يحققوا الخطوه تاعهم اللي كيما حنا نسميها خطوه يحققوا الخطوه تاعهم نحو المشروع ديالهم هذه هي قلت لي مقبلات كاين اوربيت اور ولايه في ان بو بارتو في الجزائر كاين ماشي اوربيت كاين دي كووركينغ سبيس ان بو بارتو في الجزائر هنا في الجي كاين 45 كووركينغ سبيس اوربيت ان شاء الله حنفتحوا ان دوزيام دون لي بروشين موا ان شاء الله عندكم باش احنا نحبوا هذا باش نفتحوا نكبروا باش نكبروا المشروع تاعنا تاع اوربيت في دي كومين واحده اخرى ومن بعد في دي ولايه واحده اخرى ان شاء الله اوربيت يعني حكيت لي على كيفاش خدمتو وش هو الهدف تاعها منا يعني وانا كنت تشوفوا اوربيت يعني بعد 5 سنوات يعني الافاق المستقبليه تاع المؤسسه ديالكم اوربيت كيف فتحناها في 2 جانفي 2020 دونك عندها 2 ans 18 جانفي هذا تقفل عامين تاع السوسيتي ما بقاش دونك احنا حليناها كنا حاطين في راسنا على عامين نقدروا نفتحوا في ولايه واحده اخرى مي بون مع الكوفيد مع
وسع مع كاع الشركات اللي غلقوا اكسيتيرا. كل واحد عنده كان عنده صعوبات. ما حنا في اوربيت تلقينا صعوبات، معناتها ما كناش اوربيت. حنا ديجا الاساس تاعنا نستقبلوا الناس يجونا هنايا. مع الكوفيد نقصت، ما قدرناش نستقبلوا الناس بونون 4 ولا 5 ما استقبلناش الناس. دونك لو بروجيكتيف تاعنا كان نفتحوا ابخي 2 ans من دار واحد اخر، بعد 4 ans. دونك العام من كما قلت لك من لافان داني ان شاء الله بدات اون فاوفير دون ان اوتر لوا. لوبجيكتيف تاعنا من على 5 سنين نكونوا فاتحين في 3 ولا 4 ولايه، وين يكون كاين دي كووركينغ سبيس اي دي كووركينغ سبيس دي بيرو دو فورماسيون اوسي معاهم تابعين ليهم، و اوسي دو لا كومونيكاسيون. دونك اون اوسي بوات دو كومونيكاسيون وين اون جير لي ريزو سوسيو دو بليزيور سوسي. دونك سا سري سا لوبجيكتيف دو ساغراندير دون دوتر ولايه، اي بوركوا با دون اون ديزان داني نخرجو كومبليتمون من متزايل فير دوتر ان شاء الله. ما تنساوناش برك احنا وفريق العمل تاعنا دائما نقولها لهم جميع السوسيتي تقول لي ان شاء الله نخرجوا برا تاع، نقول ما تنساوناش. انا واش نقول لهم كي تفتح سوسيتي ما تنساش وين جيت. دونك ما تنساش كامل شكون اللي عاونك باش ديماري، وين لحقت، واللي عاونك كاع في الزيتاب تاعك، ما تنساش حتى واحد فيهم ان شاء الله. ان شاء الله احنا متمنيين نشوفكم ان شاء الله في العالميه شي في بلدان اخرى. اوربيت احنا في قناه في برنامج خطوه ما نحبوش نتكلموا على لو كوتي نيجاتيف، يعني السلبيه اللي واجهتوها انتم في انطلاق لا سوسيتي تاعكم. احنا نحبوا نهضروا على الكوتي بوزيتيف، كيفاش اوربيت يونس والاخ ديالو كيفاش قابلوا هذوك العراقيل اللي قابلوهم في اللي واجهوهم خلال يعني ديماراج كما حنا نقولوا. Alors, la première chose qui nous a dit, c'était le manque d'informations. C'est ce qu'on est en train de faire avec les jeunes. On a mis en place toutes les informations pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils ont fait. Nous avons commencé, quand on a déclaré un registre de commerce, quand on a déclaré la CASNOS, pour qu'on ait la CASNOS qui nous a dit, on a 15 CASNOS. Pour qu'on puisse dire qu'on est là, pour qu'on puisse dire qu'on est là. Donc, c'est le manque d'informations. C'est ce qui est la première chose. بون كيفاش درنا باش فتنا هاد الصعوبه؟ سكو ديبلاسينا ما عيناش. هذه حاجه الاولى، ما تمسك كاع تاعيا كي تجي دير حاجه تعرف بلي حتى تحبس، حتى جوز عند الاولاني حتى تحبس عنده، جوز ثاني تحبس عنده، ثالث حتى 15 تحبس عندهم. مي وائل ويونس ما عياوش، قاعدين يحاولوا تفروها اكزاكتومون. حاجه ما عرفتهاش راح سقسي، ما عرفتهاش على هذا ما عطاكش الجواب تاعها سقسي واحد اخر. En parenthèse, c'est ça le gain du coworking space. Parce qu'on a le côté matériel où on met les espaces où on travaille, et on a le côté immatériel, c'est-à-dire la chose qui n'est pas de Moussa, qui est que tu as d'autres sociétés avec toi, même si tu n'as pas de chose, tu as déjà des choses. Donc, il y a le mec. C'est le problème de les sociétés en général. Quand ils sont isolés, qui sont isolés à la roche, ils n'ont pas l'information qu'ils ont besoin, ils n'ont pas ce qu'ils disent. دونك الكووركينغ سبيس هذا هو اكبر عائق كان عندنا حنايا. بون ماشي اكبر عائق، نقول الثاني عائق هذايا. اكبر عائق سيتي الكوفيد كي جا حلينا في جونفي، عاودنا غلقنا على 12 مارس. دونك خدمنا شهر ونص. كان يعني شوك لي فام، كان ضربه قلنا واقيلا نبص منها فوالا. مي عندنا منها الو غلقنا 12 مارس، عاودنا فتحنا حتى جويه باش عاودنا فتحنا باش قدرنا نستقبلوا شويه ناس منا ماشي ما يكونش الغاشي اللي خلانا عاودوا نفتحوا فوالا. دونك هذه عائق على الاولى الكبيره. مي حنا كي غلقنا هذوك لي كات موا ما حبسناش، ماشي كات موا اني غالق وما عندي ماندير. حنا عندنا 3 اكتيفيتي، دونك قلت لك كووركينغ، لا فورماسيون، لا كومونيكاسيون. عاودنا درنا فار كوتي كومونيكاسيون. كومونيكاسيون سي كي جات الكوفيد للديجيتال، الناس فهموا باللي يسحقوا التسويق الالكترونيك وتا ديجيتال. دونك تما وين تلونسينا، وين ماشي تلونسينا، كنا ملونسين ديجا في ديجيتال، كنا عندنا كاين كليون في ديجيتال. تما وين قدرنا نجيبو اونكور دي كليون باش قدرنا نعيشوا الحاله هذه تاع الكوفيد وتاع كنا غالقين فوالا. دونك العام الاولاني كامل عشنا انيكمون بالكومونيكاسيون. ودوكا الحمد لله ما كانش دوكا الحمد لله تلقونا كلش. بيان سور مازلنا نحترموا المسافات بيناتنا حنا، ميم كاين وين تروح من ما كانش لو ريسبي تاع هاد المسافه بين الناس، ما كانش لابور دو لا بافيت. مي اون غاست كوميم مضرب وين كاين فيه الغاشي وين يقدر يعاود يديماري سكون فيه هذوما لي كلاستر وين الكوفيد يقدر يعاود يديماري. دونك اون كارد توجور ديستونس بين
اوربيت مازال محافظه على يعني الاجراءات الاحترازيه. اكزاكتومون دونك اون طابل سي اون بيرسون فيها ماشي دو بيرسون. لا بافيت هي اوبليغاتوار داخل الاسباس. يونس قريب يخلص وقتنا تاع الفقره الاولى. قبل ما ننتهي من هذه الفقره نحب يونس بهذا الخبره ديالو وبهذا الحماس ديالو في العمل يعطي نصيحه لاي شاب جزائري اللي حب يدير يقوم بمشروع ولا حاب عنده فكره وخاف باش يجسدها. واش تقدر تقدم له كنصيحه؟ النصيحه اللي نقولها سي ما تعياش. هذه حاجه الاولى البوز امبورطون ما تعياش ما تفشلش. فورمي روحك وكاع لي دومين اللي تقدر تشوف اللي تشوف بلي انت تسحقهم. توسكي كونتابيليتي توسكي دووا قانون توسكي جيستيون دونتربريز لو اسمو ليكسل الباوربوينت هادو ما كامل تسحقهم كي تجي تلونسي روحك. دونك حاجه الاولى كيف ما تعياش كي تكون عندك ايدي حطها في راسك اكتبها باش تجيبها. دونك نحب نلحق لها و سكون الاصرار على الفكره تاعي. نعدد لي كومبيتونس تاعي لونتربرونور كي نحنا لونتربرونور لازم يكون عندي دي كومبيتونس في عده مجالات. والحاجه الاخرانيه سكون ابل اون فرونسي لا بروكراستيناسيون. زعما ما تخليش خدمه تاع اليوم ما تخليهاش لغدو. عندك حاجه ديرها اليوم نديرها اليوم لا لو كان نصحى حتى 12 تاع الليل. حنا كي تكون اونتربرونور حط في راسك حاجه راك خدام مع الناس راك تخدم من 8 ل 4 ونص. كون اونتربرونور راك خدام من 8 ل 12 تاع الليل حياتك كومبلي حتى وين تلحق المرحله وين تستقل الشركه تاعك وين تقدر من بعد تمد روحك اون بوز. وما من تما ما تمدش روحك اون بوز باسكو ميم اذا عندك الناس راهم يخدموا معاك على البروجي تاعك لازم تكون توجور توجور معاهم باسكو البروجي تاعك. واحد ما يخمم في البروجي تاعك كيما تخمم فيه نتايا قدك. يعطيك صحة. نصيحة جد يعني جد مهمة للناس. ماريا ماريا تعيش. يعطيك صحة. كلمة أخيرة تقدر تقدمها لنا قبل ما نكمل الفقرة؟ نقدمها الخطوة سيك ميرسي بور لي ميرسي سكو فو فات بور لي جون. ميرسي ديدي لي زونتربريز ا ديماري اي دو بوسي لي جون ا انتربروند. اوربيت سي سكون فو سي بوسي لي جون ا انتربروند. ما تخدمش عند الناس ما لقيتش خدمه كمل قرايتك وما لقيتش ديجا ما تمشيش حتى تكمل قرايتك باش تحوس خدمه. اخدم قدام قرايتك وكمل قرايتك ما لقيتش خدمه انت اخترع الخدمه تاعك انت اخترعها وديرها ما تستناش واحد اخر يملك خدمه لك. يعطيك صحه. شكرا. يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه مشاهدينا الكرام. نتلاقاو بعد هذا. السلام عليكم. مرحبا بكم. سي وائل حاج احمد كوفونداتور دو اوربيت كووركينغ اند ترينينغ سبيس. اليوم جيت باش نقدم لكم طريقه العمل في مساحه العمل المشتركه تاعنا. دونك حنايا عندنا 3 سيرفيس كبار اللي نوفروهم لي كليون تاعنا. سي لو كووركينغ لا فورماسيون اي لا كومونيكاسيون. كووركينغ واش نعني بها؟ سي ليسباس دو طرافاي بارطاجي مساحه عمل مشتركه اللي الناس يجوا باش يحلوا دي زونتربريز عندنا ولا يجوا باش ينقاو مساحات باش يخدموا ولي يخدم في الدار وماشي اسباس اللي مديور باش يخدم ولا يكون برودكتيف فيه. دونك في اوربيت عندنا في الكووركينغ عندنا دوميسيلياسيون عندنا لوكاسيون دو سال اي لوكاسيون ديسباس. دوميسيلياسيون معناها انه تقدر تحل الشركه تاعك عندنا بقدر 10% واش كان لازم لك باش تحل الشركه برا ولي تروح تكري لوكال ودير لوجي دو كوميرس وتاميناجي. كي تجي عندنا الاوربيت تحل ديريكتومون لوكال ياميناجي تجي برك بوغ لوي ان بتيت اسباس نديرو الكونترا تاع 6 شهور وتقدر تحل لونتربريز تاعك. تبعوك بيان سور كامل البروسيدور ادمينستراتيف لوجيست دو كوميرس الكونترا نوتاري لي زامبو كلش كامل نجوك فيهم واش الدوسي يتحقوا باش تقدر دير لوجيست دو كوميرس تاعك. بور لي بيرسون لي يخدمو اون فريلانس كيف كيف ما يسحقش لوجيست دو كوميرس ما يسحق مضرب من يقدر يجي يخدم نورمال عنده واي فاي وعنده تي سي تي عنده ليكو سيستيم اللي يسحقو باش يخدم فيه. هذه كيف نديروها سوا اون لوكاسيون اورير جورناليير مونسويل. هذا طريقه جديده للعمل في الجزائر ولا اللي كانت كيف تكزيستي من قبل. بور لا فورماسيون عندنا 3 دومين دو فورماسيون سي لو ماركتينغ لو مانجمنت اي لو كوميرس. كي نهضر على الدومين سي فيه بليزيور فورماسيون داخل. باغ اكزومبل الماركتينغ كاين ماركتينغ ديجيتال اللي يقول لك سي ان ميتيي دو دومان سي لي ميتيي دو فيتور اللي كامل الناس راهم يولوا ليهم باش يقدروا يسوقوا لي برودوي تاعهم للمجال اللي راهو فيه. دونك كامل الناس يسحقوا ماركتينغ ديجيتال. كاين ديفلوبمون سيت ويب كاين لا فورماسيون تاع انفوغرافي كاين لا فورماسيون تاع فيديو اي فوتو. في الماناجمنت كيف كيف توسكي ماناجمنت دونتربريز ستوك بليزيور دومين
ديفيرون اي لو كوميرسيال اوزي دونك سي تحبوا تعلموا واش عندنا كونفورماسيون عندنا لاباج فيسبوك باج انستغرام وكاين لو سيت ويب كي اون كونستركسيون ان شاء الله اللي تقدروا تدخلوا فيه باش تقدروا vous inscrivez à la formation. Le site web c'est orbitcoworking.space et la page Facebook et Instagram c'est orbitcoworking and training space. C'est ça la page Facebook et Instagram. Et la communication, donc on est informé sur le marketing digital, mais on a aussi des prestations et des services de marketing digital. C'est quand tu as une entreprise ou là un produit que tu veux commercialiser sur les social media, on a besoin de dire tout ce qui est charte graphique, charte éditoriale, stratégie de communication, sponsoring, on a les dérohams les entreprises ou شركات هذا يسموه عمل الغد هو هذا هو اللي بنقولوا له كامل الناس ما كاش شركه ما كاش دومين ما يكمل الماركتينغ ديجيتال ما يقدرش يكملوا باسكو دير سيرفيس ودير برودوي لازم تحق تسوقوا اي دوكا التسويق اللي راهو داير نقدر نقول داير حاله كي نهضروا على الدرجه تاعنا سي كو ديجيتال سوشيال ميديا راهو حل بيبان بزاف باش تقدر باش تقدر تافونسي في البروجي تاعك فوالا Bien sûr. Alors le site, on comme l'URL, du bark l'URL, tu écris orbitcoworking.space. Il faut juste comme site web t'as là. Donc site web comme il est bark en construction, en principe il sera disponible d'ici le début février, inshallah. Donc on comme plusieurs. Les habits coworking, ben je me sers de la même mouchtaraka, ils doivent le coworking. La formation, kif kif les habits, les formations, comment on dira, ils ont du anglais formation et la communication, différents services t'as là. On a bark le blog aussi, le blog médior pour les personnes qui veulent s'informer. La hindi faire des articles mais on a hein نعلموا الناس ومبا سي سرا دي زارتيكل ادوكاتيف انفورماتيف لي باش يمدوا لكم معلومات على المجالات اللي كاين في الجزائر كوسا في لا كومونيكاسيون في الكووركينغ ولا في الفورماسيون دونك هنايا كي تهبطوا تلقاو لا بريزونطاسيون تاعنا تلقاو لي ديفيرونت اوفر اللي عندنا اي لي كونتاكت راهم كامل تحت و تخوفري لي كونتاكت هاو لادغاس ايميل تاعنا لو نيميرو تيليفون كاين دو نيميرو تيليفون اي ان فيكس باش تقدروا تدخلوا معنا Actuellement, عندنا 11 مؤسسة راهي معنا في الاسباس اللي راهم يخدموا لما يخدموا هنا معنا في الاسباس 11 مؤسسة اللي حلوا الوغ كاين ستارت اب وكاين اونتربريز حنا نفرقوا بيناتهم ستارت اب وانتربريز ما عندهمش لي ميم كريتير من بعد اذا حبيتوا نقدر نهضر لكم على الكريتير تاع الستارت اب مي دوكا عندنا 11 ودوبي ما حلينا في 18 جانفي 2020 مع كورونا عندنا 28 شركه جات عندنا وقدروا حلوا كبروا وحدهم pour le coworking qui est un chabab en milieu qui nous donne l'espace pour travailler bon ma chérie ça approche domiciliation qui est des étudiants qui jouent pour les révisions qui est des personnes qui ont passé leur master leur doctorat à l'étranger à travers Zoom هنا يا عندنا donc pour l'instant حنا واش حابين نديرو c'est un hub de jeunes qui veulent réussir اللي راهم يجوا يتقدروا يتعاملوا بيناتهم سكون ابل نتوركينغ يتعاملوا بيناتهم اذا كونتي تعمل نتوركينغ يتبادلوا الافكار يتبادلوا الزيدي تاعهم باش يقدروا يافونسيو سي الكووركينغ فيه زوج دو بيان في سي الاولاني ينقص في لا شارج فينانسيير باش نقدر نحل الشركه تاعي باش نقدر نكري والثانيه سي سكون ابل لافونتاج ايماتيريال سي كو اي بيرمي او جون دو بوفوار سو موتيفي نلقى واحد اخر راهو يافونسي في البروجي تاعو داز مراحل انا ما دشت منها يقدر نتبادل معاه الافكار تاعي وهو يوجهني دونك سا اجي كيما نقول لكم ان انكوباتور نسمعوا بهم بزاف لي انكوباتور حنا ماناش انكوباتور مي سا اجي كوم ايتون ان انكوباتور باسكو يا دي انفورماسيون كي سون تران دوني لي ماغناش نلقاها ايور يا دي بيرسون جازو من مراحل وجازو من دي اكسبيريونس لي في زوج سوايع يقدر يبارطاجي معايا 20 سنه تاع اكسبيريونس باش ما طاحش انا في الغلطه اللي دارها هو في المرحله تاعو اللي كيتعلم فيها أخرى نوضح الفرق بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة اللي هي Startup Small and Medium Size Enterprises. Startup هي مؤسسة جديدة يعني مؤسسة ناشئة حديثة لم يكن لها وجود من قبل أما المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي مؤسسة موجودة من قبل ممكن يكون عندها سنوات في السوق ولكنها لازالت مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالنسبة للمؤسسة الناشئة المؤسسة الناشئة ما يميزها ولا الشعرة هذيك اللي تخلق الفرق بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة اللي هي الابتكار وش معناتها؟ معناتها أن المؤسسة الناشئة تعتمد جدا على الابتكار لا يمكن للمؤسسة الناشئة أن تنشأ ولا أن تبدأ ولا أن تنطلق دون التكنولوجيا ولا دون استعمال التكنولوجيا لذلك لاحظوا باللي معظم الشركات ولا كل الشركات
الشركات الناشئة تعتمد جدا على تطبيقات أو أبس، عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي هي راح تنطلق في مشروع تجاري ولا في فكرة موجودة من قبل في السوق، ولكن تنافسها بشكل جديد بأسلوب جديد إلى غير ذلك. هنا نقدر نعرف نوعا ما باللي المؤسسة الناشئة نقدر نعرفها بعالية المخاطر. يعني المقاول أو الشاب الذي يتجه إلى إنشاء مؤسسة ناشئة فكرة مبتكرة، هنا يكون قادر ولا قابل على تحمل ولا قادر على تحمل المخاطر العالية. يعني المؤسسة الناشئة ممكن أنه صاحب المؤسسة الناشئة يخسر في الأول، يخسر ويعاود، ولكن بعد نجاحها يكون نجاح باهر المؤسسة الناشئة. يعني النمو تاعها ولا العوائد تاعها في لحظة ما عندما ترتكز على أرض الواقع، عندما تضع أرجلها مثل ما نقول في السوق، تحقق المبيعات تاعها ولا إيرادات تاعها، الوكلاء تاعها، الزبائن تاعها إلى غير ذلك، تطورها ولا تطور ولا نموها سيكون مثل رمي السهم، يعني لن يتوقف، بالتالي ستحقق نجاح جدا محظوظ وجدا باهر. المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نجاحها متوازن ثابت أو في إطار ما يسمى الجروث لاينر، اللي هو النجاح له منظم مسير. السداسي هذا حقق 60 مليون، السداسي الآخر 75 مليون، السداسي اللي بعده 100 مليون، يعني كلش في إطار منظم ومخطط له.